شتاقيت بعد نظام الكدن والمخلصين وخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك شام مع المؤمنين اللهم فمن أرادني بسوء فارد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك شاب نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخسم زلفة لداك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظ لي برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجاب وقلبي بحبك متيب ومن علي بوصل اجابتك واجلني عثرتي واغفر زلتي فإن لك غديت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وذمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع يا سريع يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دوام وذكره شفاء يا من اسمه اسمه دوا وذكره شفا وطاعته غنا ارم الرسم آل الرجاب وسلامه البكاء يا سابق النعم يا دافق النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم لا يعلم صل على محمد وعلى محمد وفعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله وعلى أمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.